هذا هو نربط البث مباشرة بموفى التلفزيون النهار جمال الدين بوشة المتواجد الآن ببومرداس، أين هي أيضا متواجدة السكنات الجديدة؟ أهلا بك بوشة. أهلا بك زميلي بلال ومساءك سعيد. نعم، وتواصل منا تواصلا منا في مواكبة عمليات الترحيل وعمليات إعادة إسكان قاطني البيوت القصديرية التي بشرتها ولاية الجزائر منذ جوان 2014. هذه العملية تعتبر العملية 19 من نوعها، حيث بهذا يصل العدد إلى 26 ألف عائلة مرحلة من البيوت القصديرية والبيوت الهشة. نحن الآن بمدينة سي مصطفى بولاية بومرداس، هذا الحي الجديد الذي استقبل منذ صبيحة اليوم قاطني سكان حي الباخرة المحطمة، الذين وبعد مرور 30 سنة من المعاناة والمآسي ها هم ينتقلون إلى مساكنهم الجديدة هنا بسي مصطفى بولاية بومرداس. زميلي بلال، يحضر معي مدير السكن لولاية الجزائر السيد إسماعيل لومي ربما لتفاصيل أكثر في هذا الموضوع. أهلا بك سيدي. شكرا سيدي الكريم. تكملة لعملية الترحيل التي باشرتها ولاية الجزائر يوم 7 أكتوبر، اليوم صباح الباكر تم نقل العائلات من الحي القصديري المسمى بالباخرة المحطمة أي الباتوكاسي في بلدية برج الكيفان، حيث تنقلت 456 عائلة إلى هذا الحي الجديد المتواجد ببلدية سي مصطفى بولاية بومرداس. كما تلاحظون كل ولاية الجزائر تم تسخير كل الإمكانيات من حيث الموارد البشرية حيث 2000 عون تم تسخيره لهذه العملية وأكثر من 1400 شاحنة. نعم، بالنسبة سيدي بالنسبة للهياكل التربوية خاصة يعني والهياكل مثلا الصحة وغير ذلك، هذا الحي على مدى يتوفر؟ اليوم نقدر نقول لكم باللي الميزة اللي يتميز بها هذا الحي هو أنه راهو مندمج في حي عمراني قديم، حيث أن كل المرافق اللي راهو حول هذا الحي ستستعمل هذه العملية، إضافة إلى المرافق التربوية الجديدة من بينها ثانوية راهي سلمت مؤخرا، وكذا هناك ابتدائية في طور الإنجاز، وكذا متوسطة، في إضافة إلى المحلات التجارية اللي راهي بالنسبة للأمن. سيدي الكل يعرف بأن الأمن هو الأهم يعني بالنسبة لهذا، لازم تكون تعرفوا بلي كل الأحياء الجديدة كانت خصصت لهم عمارة وعمارة أمنية. نعم، اللي يكون فيها ويكون فيها متواجد الامن ان شاء الله. يعني انتم سلمتم احياء بكل سلمنا احياء كما نعيط لهم احنا احياء المندمجه، احياء المندمجه اللي توفر على كل المرافق الضروريه التربويه الامنيه الصحيه وكذا التجاريه. هل يقدر السيد لومي يطلعنا على وجهه ولايه الجزائر في يعني الوجهه القادمه بالنسبه للاحياء القصديريه؟ هناك برنامج مسطر من طرف ولاية الجزائر، برنامج اللي الحين إن شاء الله نحافظوا عليه الحي مثلا يعني الأحياء الجديدة إن شاء الله كما كان تفضل سيد ولي ولاية الجزائر قال لكم باللي هناك 11000 وحدة سكنية ستسلم منا لنهاية السنة، وإن شاء الله سنعمل باش ترحل أكبر عدد من العائلات إن شاء الله. نعم، شكرا سيدي. شكرا. نعم، أعود لك زميلي بلال. كما تفضل السيد مدير السكن لولاية الجزائر بأنه هناك 11000 وحدة سكنية ستسلم قبل نهاية السنة الجارية، نأمل أن تكون فعل خير على كل قاطني البيوت القصديرية. ومن هؤلاء الناس المرحلين إلى هذه الأحياء الجديدة يحضر معي الأخ فيصل، هو مستفيد من عملية ترحيل حي الباخرة المحطمة إلى هنا حي سي مصطفى بولاية بومرداس. مساءك سعيد سيدي. مساء النور. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء نشكر الله نشكر الله نشكر الله وكثر خير ربي، ونظن باللي ربي ما كان معايا في حظي استجب لي الدعاء تاعي. أنا بمعنى كلمة نشكر الله نشكر الله ونشكر ولاية الجزائر اللي شافت فينا ياك. الحمد لله. يعني شحال عندك معاناة في الحي؟ معاناة مدة 9 سنوات وأنا داخل في العاشر،
عندي 9 سنوات وثلاث شهور ياك، دخلت في العشر سبتمبر اكتوبر ياك، انا خدمت شهرين من العشر، من 10 سنوات ولا ما شفت الحي. اي حي الله يبارك الحي، لاباس به الحي. على جيرانك الجدد؟ لحد الدقيقه اللي راني فيها دخل جار مورايا واحد جا معايا، كان معاني معايا، والجدد مازال راني اكشف مع القش، انا نطلعوا في القش تاع الدار مع الدراري. والحاجه الثانيه اللي نقولها، ماذا بهم يزربونا في الدراسه تاع الاولاد ان شاء الله، الدراسه تاع الاولاد على حسب ما هضر الوالي تاع ولايه تاع بليده كي داو هذوك تاع المفتاح تاع سيدي حماد، قال لك عندهم 10 ايام ما قراوش، سي بريفي ديمونش، بعد قال لك جوسكا ديمونش بروشين باش يقراو ياك، سما عندهم دوك جوج اسابيع ما قراوش. حنا ماذا بهم يشوفوا نظريه الاطفال، الاطفال اطفال الدراسه، نطلبوا لهم الدراسه، ما يطارديوهمش في الدراسه، هذا ما كان. وشقق الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله. ونتمنى ان شاء الله بنتي، هيا بنتي هيا، وان شاء الله ان شاء الله الحي هذا، ولا كانوا يعرفوا قيمه العماره، شوفي لها، ولا كانوا يعرفوا قيمه العماره، وربي ناب عليهم فتح عليهم كما شفتهم الولايه تاع الجزائر. ونشكر ولايه بومرداس اللي استقبلتنا الحمد لله، بالمعاونه بالامكانيات الحمد لله. ونشكر المديريه تاع الساكن تاع بومرداس، بارك الله فيك، الله يعاونكم. شكرا، بارك الله فيك. اعود لك زميلي بلال، كما كنتم تشاهدون لا تزال العائلات المرحله الى هنا تصل، فرادات وزرافات الى هنا، وحسب الاحصائيات الاخيره التي تم اطلاعي من خلال الديوان الوطني الديوان التسيير العقاري للدار البيضاء، اقول هناك 100 عائله تم تسليم لها مفاتيح الشقق الجديدة، أقول عفوا. طيب قبل أن نقطع البث فقط جمال، ربما هل دخلتم إلى الشقق؟ هل نعم. تتوفر تفضل. على المعايير اللازمة لسكن مريح لإرحاء هؤلاء السكان الجدد، ونحن نعلم أنهم كانوا يعيشون ويقطنون داخل أكواخ؟ نعم تقدمنا من إحدى الشقق، نعم الفرق شاسع بينها وبين الأكواخ، وتقدمنا نحن بالتفصيل، تفقدنا بعض الشقق، وسنوافيكم بكل الصور في نشرات لهذه الشقق الجديدة نعم. التي تم دخول عائلاتها منذ صباحة اليوم. جمال الدين بوش موفد تلفزيون النهار إلى بومرداس، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.